لذلك في محاورة شهيرة أشرت إليها ربما أكثر من مرة، بعض هؤلاء الارتيابيين أو الملاحدة يقفون بين يدي الله، أنت تخلق نحن نخلق، قال كيف؟ قال نحن الآن نخلق هذه الكائنات، نستطيع أن نخلق وأن نبدع، قال ولكنكم تخلقون من الطين الذي خلقته أنا، عليكم أن تأتوا بالطين، ائتوا بطينكم أنتم، خلقوا الطين اخترعوه، افتراض تخيلي، نجحوا في هذا، قال لا، عليكم أن تخلقوا بقانونكم أنتم، ردهم إلى ماذا؟ إلى التقدير، مش تستخدم قوانيني أنا اللي أودعتها في الكون، معلوماتي، وتقول لي أنا أستطيع حتى أن أبدع بها، لا ما ينفعش، بدك تبدع بقوانينك أنت، تبدأ من نقطة الصفر، لا يستطيع، الإنسان لا يستطيع. كل مسار العلم إلى اليوم، هذا العلم الذي فعلاً يا إخواني للأسف الشديد مش العلم بحد ذاته أبداً، وإنما سدنة العلم، المتكلمون بلسان العلم وباسم العلم انتفخوا كثيراً وظنوا أنهم يعاجزون الله تبارك وتعالى، وظنوا أن رؤوسهم طالت السماوات العلى، وأنهم شيء غريب، هذا انتفاخ فلسفي صبياني. العلم بحد ذاته متواضع أكثر من هذا بكثير، وعالم تماماً بحدوده وحدود المدايات التي يمكن أن يذهب إليها ولا يتعداها، إنها مجرد محاولات متناسقة أو متراكبة أحياناً، لأنه في تناسق أحياناً، في شيفتنج أحياناً، في تزحزح كامل عن البارادايم أو عن نموذج التفكير العلمي، خلاص يثبت أنه خطأ تماماً، ندخل في بارادايم مختلف، إذا تناسق، وأحياناً في تراكم، شيء مبني على شيء وشيء يفضي إلى شيء، لكن دائماً العلم في كل هذه المحاولات المتناسخة والمساعي المتناسخة أو المتراكبة المتوالية إنما يسعى إلى فهم الوجود وكيف يعمل هذا الوجود، مجرد فهم، مش موضوع اختراع ومش موضوع تقدير يبدأ من الصفر، هذا ما في مطمع، لا طماعية هنا أصلاً وغير موجودة. وعلى فكرة بمنطق الأشياء لكي تقفز أنت إلى هذه النقطة عليك أن تستوفي التي قبلها، أن تستنفذ أغراضك من التي قبلها، نقطة ماذا؟ الفهم، افهم أولاً وبعدين تجاوز، أنت لم تفهم أصلاً، أنت لم تفرغ من فهم الكون نفسه، بدك تحاول تصنع كوناً آخر، افهم اللي عندك لسه في الأول، هو اللي أنت طبعاً مسجون فيه بين جدرانه الأربعة، البعد الزماني والثلاثة الفضائية، أنت مسجون أصلاً ضمنه، حاول تفهم وبعدين ممكن تتجاوز إذا تستطيع، وهذا محال طبعاً، واضح أنه محال نظراً لحجم الإنسان وحجم كرته الأرضية في هذا الكون السحيق والتحديات المتوالية أمام مساعي الفهم، لكن هو يفهم ويحاول أن يفهم، جميل، ولابد أن نفعل هذا ونظل نفعل هذا ونتساءل بصدده، بصدد كل ما وصلنا إليه من نتائج محاولات الفهم هذه، نحن نتفهم هذا، نحن نفهم هذا، نتفهم هذا ونقدره ولا نبخسه حقه يا إخواني. إذن ردهم إلى ماذا؟ إلى نقطة الصفر، أريد قانونكم أنتم، يعني أريد معلوماتكم أنتم، أين المعلومات؟ أين المعلومات؟ أين